يطقطق اللي عنده حب، خلي يسلس اللي عنده رق يطلع الفصم وياكله وينطلق بالاجواء الجميله. هسه ما مكذب عليكم بالعنوان، اليوم موضوع معاتنا ليش البنات ما يتفرجن على كره القدم. بس قبلها ونركز على السشوار اللي سويته بنفسي وضبطته لأول مرة بدون حلاق. كرة القدم أو بالعراقية القح طابة. إذا أكو ناس جايين من غير كوكب وما يفتهمون شنو هي كرة القدم بس يفتهمون اللغة العربية، راح أشرح باللغة العربية ما هي كرة القدم. كرة القدم هي رياضة تلعب بملعب، وبهذا الملعب أكو فريقين كل واحد به 11 لاعب، وعادة أكو طابة مدورة. والشي العجيب بهاي الرياضة انه هدف كل فريق انه يجيب هدف على الثاني. بس اخترع هاي اللعبة كان شوية خبيث، قالهم ما تستخدمون ايديكم. بال 1904 تأسست الفيفا اللي هي الهيئة العالمية مال يعني كل دولة انه عندنا فريقات وعندكم فريق. بال 2006 264 مليون لاعب محترف بالعالم عدى عقد انه هاي مهنته وهاي شغلته لاعب كرة قدم. لك هذول وين احطهم ملعب واحد؟ ما يحتاج ملعب واحد لان الفرق متقسمه بطريقه جميله، كل دوله عندها فريق مالتها المنتخب الوطني، وبداخل كل دوله اكو نوادي تمثل كل واحده عن مدينه معينه، واحيانا مدينه واحده عندها فرق مختلفه. لكل الكوائن الجايه من غير كواكب، اتمنى هاي المعلومه فادتكم. هسه خلينا ندخل بالموضوع، ليش اكثر الرياجيل يحبون الطوبه ومعظم البنات، مو كلهم، معظم البنات يكرهون الطوبه؟ اللي حس انه وجهي دايلمع شويه ترى دافعين الايجار على النص. بس شوفوا منو اجى هنا راح يسجل اغنيه ويا مهند. يا ار يو ريدي؟ جاهزين؟ يلا انا راح اوقفكم، سووا لنا اغنيه عالميه حتى نفلش ديسباسيتو. شو نسميها؟ هسيتو. هسيتو. السبب ان البنات ما بتتابعوا كره القدم، برايي كره القدم ما لها هدف بالحياه، يعني واحد قاعد بركض ورا الكرة من هون لهون لهون وبعدين بعدين. شنو عمر اليوم؟ انا ما اقدر اعرف عنك يعني لان راح اظلمك. عمر ابو سعيدي، صاحب كتاب Just Read It. نحن في يوث هاب هني في ابراج الامارات. تعالوا زوروا المكان، انتم بتعرفون شو فيه. مكان مفتوح للجيل الجديد، للشباب، تستضيفون ناس، تسوون ميتينجز، تقدرون تلعبون بلاي ستيشن، تقدرون تقرون، تشربون قهوه، تاكلون. That's amazing. اكو استوديو تقدرون تستخدمون بلاش بس تقولون احد. كابوتشينو بليز. هذا يسمونه خبز رقاق، خبز ببيض وجبن. Where it opened doors for me to understand that, oh, okay, there are different cultures. And have you been thinking, you know what they say about futurism and future foresight? Vlogging is from the US, yes. TV is from the US. I mean, which is cool. These guys have geniuses. So it's all about investing on the right future. عمر كنت اشرح له، يسالني شنو الشيء اللي يخليك سعيد؟ قلت له يعني انه واحد ممكن هو يجيب السعاده لنفسه بالرقص، بالتفكير، بالغناء. أوكي. بس اللي يطلب من عندي انه اغني، ما اعرف شلون انقذ نفسي من الانترفيو، اقدر اسوي روحي انه صار بيس اختقل بيه. لا 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 ما مشيت. ليش تتصورين البنات ما يحبون كرة القدم؟ لأنه في كتير إجرين بالموضوع. هلا قاعدين قاعدة حلوة، البجايم الزينة والسوالف ما تخلص. رند، تتفرجين كرة قدم؟ لا. ليش تتصورين النساء ما يتفرجن كرة قدم؟ بكرة القدم. السبب الأول لأنها مؤنث يعني نغار. السبب الثاني إنه تخيلوا 22 رجل طول بعرض يركضون وراء بلاستيك. السبب الثالث والأخير، أحد كان أخونا أو أبونا أو أي أحد إحنا وياه لما يشوف كرة القدم ينسانا وينسى أي شيء إحنا نسوي. شايفين مرقل في الخبز؟ شلون قهوة؟
وين تدخل بالمعدة. مهما كان عمري وين ما أكون بالعالم راح تبقى عندي السهولة إن من واحد يلعب بلاي ستيشن محل راح أوقف وراه إلى أن يعوف البلاي ستيشن وأنا ألعب وراه وأنا ما أعرف يا لعبة أصلا. ليش البنات بيحبون الطوبة أو الفوتبول؟ والله أنا سبب موتي يرجع إلى أنه دائما كان عندي ذكريات مؤلمة بطفولتي ويا هذه اللعبة. حتى لو ماشية في أمان الله بشارع من يم ناس دي يلعبون طوبة أو أطفال دي يلعبون طوبة إلا ما تجيني إصابة على الطاير، تجيني طوبة من وجهي، أنضرب بإيدي، يعني كلها عبارة عن إصابات. وأنا صار عندي رعب منها إنه قمت أحس كل ما أفوت من يم أحد يلعب فوتبول لازم راح يصير بي شيء، وصدق قام يصير بي، فخلوني بعيدة هواي أحسن. الحالة الوحيدة اللي كنت أقعد مرات وأتفرج هي إذا منتخب العراق دي يلعب. يا هلا رواد جاب لنا طرقاعة جديدة، سيارة روسية اسمها واز، سعرها 10,000 دولار، تخبل تموت، بس بيها مشكلتين أساسية، ما بيها اير كونديشن وشباك ما ينفتح، بس ما أعرف شلون قنعنا إنه ناخذين. إذا قاعدين فد يوم برا والذبان يضوجكم جيبوا قهوة هيج وحرقوها شعلوها بنار وريحة توخر الذبان، بس رين بعد هي قاعدة. ولودي شوف باغاني زوندا موت موت. عزمت الحبايب بالمكتب، ومن عزم الحبايب اذا ما نجي نتسوق شنو مش محتاجين تتصورون؟ والله شويه زاهي نريد نحلي نحلي. ايش تكره من هيك سوبر ماركت ولودي؟ يعني حتى درنفيس بي بس غلطانين بالترتيب مال شفتهم ما جايبين شيء بايديهم، فقلت لهم اقدر اروح اسبوع او كذا بغير جسمه نقفصهم شنو جايين بلاش هو بطل بيبسي يعني شنو يطبخون علينا. ليش تتصورين البنات ما يحبن كرة القدم؟ ليش ما يحبون؟ انا احب ابا بس كأس العالم. ليش؟ انا بس احسها تضيع وقت. ليش؟ لانه احب لف الكليجة والكبة. مرتك تسوي لك كليجة وكبة؟ الكليجة والكبة من السوبر ماركت. اما ايش تسوي بالضبط؟ هذا جدول الضرب. ليش جدول الضرب؟ ممكن اشتري كمبيوتر انا عشان بلاي ستيشن ترين بعد كش ما تقدر تسوي. لا انا ما اقول شيء ابقى على السايلنت. شنو رأيك بالفوتبول؟ كم واحد يلعب بالفوتبول؟ 11؟ يعني 11 رجال يركض ورا طوبة شنو؟ تضيع وقت شنو؟ أنا صراحة إلي الفوتبول مضيعة للوقت، ما أقدر أستحملها صراحة، كان أتوتر وأعصب وأنهار على شنو؟ على مدخلة الطوبة بالله هاي ولا لا؟ جد حلوة الأجواء الرومانسية في ساهي ميديا برودكشن. أبو الرود اليوم طالع لنا بمهمة تريلا روسية، دي يروح يقص لنا أغصان أشجار ويوديها للمعمل بإيد واحدة طبعاً. ليش النساء ما تحب كرة القدم؟ يمكن لأن الولد يحبوها، فإحنا لازم خالف تعرف. هذا اسمه ولا طاقة عندي. ليه البنات ما بحبوا بلا بحبوا كرة القدم؟ لأنهم طلعوا على الشباب الحلوة تلعب. انه واضحه انه بنات. جواب سليم. جواب اوكي. اللي ما يحبوا ليش ما يحبوا؟ ما يمكن لان ما شكرا جزيلا. مراسلتنا زينه من دبي الامارات الكره الارضيه. حاليا بعد ساعتين بالضبط الوضع بعد ما مستقر ورانا، النقاش تنحط وان شاء الله نعطيكم ابديت سريع. بس حابين نراويكم شنو البنات يسوون للولد يباعون كره القدم. هاشتاق لغوة. باي باي حبايب، تونسنا وياكم، مع السلامة وامشي الاستقرار. هاي ساندرا. هاي لوي. هلاو هلاو. هاي اكتمل الفريق. شنو الاخبار؟ ماشي الحال. شلونك؟ ماشي. ساندرا اليوم عندها ايفنت في قلغي لافايت دبي مول. اجي لك بعدين بس ارضى اكمل عندي اديت كلش مهم. كمل. دول قلب شعرك. شنو عيد؟ دولمة وكباب بلقطة واحدة. بعد فرات ليش تتصور البنات ما يتابعون كرة القدم؟ احنا نضج من المكياج. ليش؟ لما ما نفتهم له. كذاب. يوم ما يحط مكياج على ايديه يحط الليب كلوس هيك من الليب كلوس. لا هذا الليب كلوس ابن عم سانتا كلوس. الليب كلوس يحب. ايش تسوي؟ صار ساعة انتظرك. شنو؟ شعر بنات. Oh,
زينب انتو ليش تكرهون الطوبة؟ خليت صافنا له اي منو تشذب عليك او منو مقنعك بهالفكرة؟ البنات ممكن اكو نسبة منهم ما يهتمون بكرة القدم، بس نسبة كبيرة منهم اني كنت استقتل حتى اقنع والدي في سنين معينة حتى احضر كأس خليجي، سواء مباراة ودية مباراة مو ودية، المهم لازم احضر. ونفس الشيء على كأس العالم. فلؤي ابشرك هالفكرة كلش غلط، واكو بنات ما شاء الله يفتهمون كرة القدم احسن من الشباب، واذا اكو ناس تكرهها فالاسباب شخصية او يجوز ازواجهم طالعين عينهم بالطوبة. دور زين. زين انتو شنو رأيكم؟